قصة أغرب من الخيال، أغرب شخصية سودانية ومن أغرب الشخصيات العالمية عبر التاريخ. هذا الشخص هو المتهم الأول في اغتيال سير لستاك حاكم عام السودان سنة 1924. هاجر إلى الخليج وصدق كل من الملك عبد العزيز آل سعود وكل من السياسيين العرب والشاميين، وأصبح صديق حميم جدا للشريف حسين شريف مكة. هذا الشخص جمعته صداقة قوية بجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، وهاجروا سويا لأمريكا اللاتينية. وعند وصوله البرازيل كانت هناك مظاهرات بسقوط الحكومة وضرب نار، فأنقذ بالصدفة رجل اسمه براندريس الذي اتضح بعد ذلك أنه من حكام البرازيل في ريو، وأصبح صديقه الحميم. قضى فترة في تشيلي وقابل بعضا من البرازيليين والأصدقاء القدامى، ولمعرفة البرازيليين بدبلوماسيته عينه رئيس البرازيل سفيرا من البرازيل في تشيلي. ولثقة التشيليين فيه ومشاركته في الثورة وظهرت فترة الفراغ السياسي، عين رئيسا لتشيلي أسبوعا واحدا لفترة الفراغ الدستوري كأول رئيس أجنبي في تاريخ العالم. عاد بعد فترة إلى السودان وصنف من أكثر المطلوبين والجاري مراقبتهم في العالم. في طريق عودته إلى السودان التقى بالثوار الجزائريين وشارك بثورة المليون شهيد ضد الاحتلال الفرنسي. عاد للسودان ثم شاءت الظروف أن ينفى إلى أوروبا، حيث فضل ألمانيا، وله قصص في ألمانيا حتى لفت به الدنيا ورمته أمام هتلر، فأصبح من أعز أصدقائه وعمل بالحزب النازي، وذكر عمله في كم من هائل من الكتب النازية، وكان من المخططين الدبلوماسيين المكروهين جدا من أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية. أتت الحرب العالمية الثانية فهرب إلى الأرجنتين. سافر إلى الأرجنتين فربطته الظروف بتشي جيفارا المناضل الأرجنتيني المعروف، وأصبح من أعز الأصدقاء. هاجر إلى أوروبا بعد انتهاء عهد الحروب والحرب الباردة، وعمل كأول كاتب لعدة صحف من عدة دول في العالم، وكان يكتب لأكثر من صحيفة من أكثر من دولة لإيجادته تقريبا جميع اللغات الرئيسية العالمية. ثم أتى للسودان وعينه الزعيم الأزهري بقسم البروتوكول في وزارة الخارجية الذي هو مؤسسه. استقر في السودان وكتب كتاب عن الدبلوماسية والبروتوكولية يعتمد عليه في تأسيس أغلب دول أفريقيا والعالم العربي، حيث يذكر حضور رئيس غانا نكروما، وأخذ الكتاب واعتمده في تأسيس علاقاته الخارجية. توفي سنة 1985 في العمارات بالخرطوم. هذا الشخص اسمه أحمد حسن مطر، من مواليد أم درمان سنة 1904. هذا الكلام موثق لدى ويكيليكس وويكيبيديا، وذكره جبران خليل جبران، ومذكور في كل من مذكرات هتلر وجيفارا، اسمه موجود في تلك المذكرات، وتعترف به تشيلي من أوائل رؤسائها والجزائر من محررها. سيرة حياته موجودة في كتاب اسمه سندباد من السودان، موجود بإحدى عشر لغة. سبحان الله، ولا يعرفه أحد في جيل اليوم حتى من السودانيين أنفسهم.